أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. فعلى الرغم من تأخير موعد اجتماع اللجنة الفنية المشتركة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، إلا أنها اجتمعت، وذلك لوضع وكتابة الوثيقة الدستورية بصورة نهائية تسمح للأطراف المختلفة التفاوض والاتفاق حولها. الوثيقة التي تتضمن ملاحظات وتحفظات الجانبين بالإضافة إلى رؤية الحركات المسلحة في الفترة الانتقالية ستكون على طاولة التفاوض. تعلمون أنه كل ما اقتربنا من أي اتفاق نهائي تقع مواجهات وتشتد حمى الرافضين لاتفاقنا والرافضين لثورتنا، أهل النظام القديم، أهل الثورة المضادة. من المؤكد حدث هذا أكثر من مرة، ولأجل ذلك وعي أهل السودان بات أكبر بهذه المهددات وبهذه الثورات المضادات، ومن ثم أنا تقديري هذا سيعجل بالاتفاق. سلسال الدم في السودان يأبى أن يجف، حتى بعد سقوط العشرات من القتلى المعترف بهم من السلطات الصحية وآخرين تعرفهم لجنة أطباء السودان المركزية. مدينة الأبيض غربية السودان شهدت أحداثا مؤسفة راح ضحيتها قتلى إلى جانب مصابين من طلاب المدارس الثانوية ومواطن، الأمر الذي قوبل برفض شعبي وسياسي. الموقف العام الآن من الشارع والمطلب الشعبي هو يتحدث عن إيقاف هذا التفاوض تماما ومطالبة المجلس العسكري بالتوقيع على الوثيقة الدستورية كما هي بدون دخول أي تفاوض. هذه الوثيقة الدستورية هي الحامل الأساسي للشعب السوداني. وكان وفد من قوى الحرية والتغيير قد غادر إلى مدينة الأبيض لتقديم العزاء والاطلاع على الوضع في المدينة. تحديات كبيرة تعترض طريق اتفاق قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، أولها أحداث العنف والتي تتخذ من اقتراب موعد الاتفاق توقيتا لتشتعل فيه. أحمد العربي، قناة الغد، الخرطوم.